للأساس 8 بتساوي 4 على 3. يلا يا شباب بقول لي حل المعادلة ايه؟ سأجاوب. اتفضل يا بطل اتفضل. اكس يساوي ها نبدأ بالناتج. اكس يساوي ها 8 أس 4 على 3. جميل جدا 8 أس 4 على 3. ايه يا شباب كده بالظبط الناتج ده يا جماعة ده بس ده يساوي ده يا جماعة خلاص. يبقى الاكس بتساوي 8 أس كام؟ 4. ثم بعد كده اعمل ايه؟ الثمانية أشوفها كم أس 3. الثمانية كم أس 3؟ 2 أس 3. 2 أس 3 2 أس 3 الكل أس 4 3 زي كده. ثم دي تروح معادية يا شباب دي تروح معادية. عارفين ليه؟ هي أصلا عاملة كده 3 مضروبة في 4 3 دي مقامها واحد دي بسط ودي مقام روحوا مع بعض بالك 4 بس يبقى 2 أس 4 اكسب 2 أس 4 كم يا شباب؟ 2 أس 4 يعني 2 في نفسها 4 مرات 16 ادينا 16. يبقى الحل عندك يا جماعه 16. حابب تتاكد من حلك اذا كان صح ولا خطا خد السؤال اهي حطها فين هنا كده واحسبها لوغاريتم لو حبيت تتاكد يعني من حلك صح 16 وهنا الاساس كام؟ 8. شوف هيديك يا جماعه 4 3 ولا لا ماشي؟ طيب ما عندنا يا جماعه يلا اللي بعد اللي بعده يا شباب نحدد رقم ايه ناخد بس ارقام العلاقه الارقام الفرديه نسيبكم الزوجين عشان نختصر الوقت يعني شويه الوقت بس عشان نجيب كل شيء هحل معاكم الفردي وحل انتوا الزوجي. لوغاريتم اكس بتساوي 3 على 4 الاساس كام؟ اساس 81 81 يلا يا شباب ده رقم 3. هحل الارقام كلها الفرديه ان شاء الله معاكم قدر استطاعتنا يعني والارقام الزوجيه طبعا. حلها انت واي شيء صعب ابعت لي قول لي صعب عليا المساله دي هحلها لو حتى في على الواتس مش مشكله. يلا مين يا جماعه يشارك معانا؟ مين المتبرع؟ عبد الرحمن وعبد الكريم اليوم شاركين يعني يا صاحبي اقول لك اتفضل يلا يا بطل دقيقة دقيقة يا استاذ هلا يلا يا طلال قول ابدا باكس اكس هتساوي ايه؟ شيل اللوج يا استاذ لا ما نشيل اللوج اذا كان في لوج مع لوج نشيله مع بعض الطرف في اليسار فيه لوج واليمين فيه لوج نشيله مع بعض لكن هنا ما في اجل لا تشيله هنا هحولها يعني بس معادله يا استاذ يعني اكس كله ايوه انا هحولها بس لمعادله اسيه معادله اسيه الناتج اهو ده الناتج اكس بتساوي لا قالوا بتساوي الاس وفوقه الاساس زي كده يا جماعه عز الاساس 81 والاس 3 على 4 بقول له بتساوي 81 اس كام؟ 3 على ايه؟ على 4 حاجه كده سهله يا شباب 81 هي سهله واضحه السهل طيب بعدها اعمل ايه الخطوه اللي بعدها؟ ال 81 دي يا جماعه دي اخليها حاجه اس 4 شيء اس 4 حللها كده لو حللتها كده اهو 81 على 3 فيها 27 على 3 فيها 9 على 3 فيها ايه؟ 3 فيها 1 كم 3 يا شباب؟ كم 3 عندي؟ 4 4 ثلاثات يبقى اشيل دي واحط مكانها 3 اس 4 يبقى اقول له الاكس بتساوي 3 اس 4 وعندك كمان بره ايه؟ 3 على 4 صح؟ الاربعه تروح مع مين؟ 4 تروح مع الاربعة بالك يا شباب مين باقي؟ ها؟ 3 اس 3 يعني 27 مين مش فاهم؟ مفهوم يا سر تمام يا عبد الهادي عايز الكل يا جماعه يكون فاهم بالله عليك اللي ما هو فاهم ما يستحي قول صدقني الفهم اسهل بكتير من ان انت تقعد تقول يا زميلك ابعت لي الاجابه اعمل لي مش عارف ايه كلام من ده لا لما كنت فاهم تحلها انت احسن لك كتير على يفرق في التحصيل يفرق في القدرات يفرق في الجامعه في سنه تحضيريه هتلاقي الحاجات دي كلها موجوده عندك تحضيري كل ده بالنص
التحضيريه في الجامعه يا شباب ما هي الا حصاد الثانوي كله، كل اللي اخذته في ثانوي هتلاقيه كله عندك في ايه. السلام عليكم. تحت في البركات في التحضيريه. يلا يا جماعه نشوف رقم خمسه. يقول هنا ايه؟ لوج نص للاساس 8 بتساوي اكس. هنا عكسها يا شباب، عكس الموضوع. كان الاول اكس هي الايه؟ كان اكس هنا الناتج، اصبح كده اكس هي الاس. هنعمل ايه يا شباب؟ يلا نفس الطريقه بالظبط، نفس الطريقه. ابدا بالاساس، يصير الصاد نص يساوي ولا نص؟ ماشي نبدا بنص عادي. نص يساوي ها 8 اس اكس. ممتاز، 8 اس اكس زي كده عندنا. ثم يا جماعه اعمل ايه؟ ممكن نص ده اقلبه، اخلي 2 فوق، 2 اس كام؟ 2 اس سالب 1، شيء اس 1 دلوقتي تطلع فوق. وال 8 اخليها 2 اس 3 وفي اكس، هتساوي مكان النص او ال 2 سالب 1. الخطوه دي في حد مش عارف جت ازاي؟ ال 8 واساوي الاساس صح؟ اساوي الاساس، ال 8 خلتها ايه؟ 2 اس 3، يبقى كانها 2 اس 3 اس اكس. اضرب ده في ده يا جماعه، يبقى 2 اس 3 اكس هي دي. والنص 2 في المقام تحت، اصلها 2 اس 1 يا شباب، تطلع فوق يبقى 2 اس كام؟ سالب ايه؟ سالب 1. زي كده اساس زي الاساس، يبقى الاس 3 اكس بتساوي سالب 1. عايز اكس لوحدها تقسم على مين؟ على 3 وعلى 3، يبقى اكس بتساوي كام يا شباب؟ سالب ايه؟ سالب ثلث. ده الحل، ده سالب ثلث زي كده. صعب يا جماعه ده؟ في شيء صعب؟ لا سهل الحمد لله لحد الان والله، اعتقد ان الموضوع كله سهل. طب ناخد اخر فكره في الفكره دي، الموضوع ده اللي رقم ايه؟ رقم 7 ماشي 7 على كده. يلا قدر الله ما شاء فعل. لوغاريتم 32 للاساس عندي اكس. هنا الاساس بتغير يا شباب، كل مره بغير حاجه. الاكس بتيجي هنا مره في الناتج، مره في الاساس، مره في الاس. هنا في الناتج جاي معايا، في الناتج هتساوي 5 على 2. ولا يكون عندك اي مشكله، اعمل نفس الخطوات بالظبط، نفس خطواتك بالظبط يا جماعه. الاساس وفوقه الاس يساوي مين؟ الناتج بالظبط. هتيجي معاك الحاله على طول، تيجي لك الاكس في الناتج في الاساس في الاس. ماشي يا عبد الهادي اتفضل. يبقى اكس اس كام؟ اكس اس 5 على 2. جميل، يساوي 32. 32 ثم دي بعدين اخليها ايه؟ اخليها 2 اس حاجه، 2 اس 5. طيب يبقى عندنا اهو الاكس اس 5 على 2. يا جماعه على فكره دي معناها ايه؟ دي معناها جذر اكس، خلي بالك دي مش قص نص، معناها جذر اكس صح؟ هنزل الجذر. طب ليه ده انت جذر يا استاذ؟ عشان عايز بس اخلي الاس زي الاس، هتساوي اهو خلي بالك 2 اس كام؟ 5. وده كله اس كام يا شباب؟ 5. اهي لو كل 6 5 على 2 هتلخبطك انت. ال 2 دي نص، معناها ايه؟ الجذر التربيعي. نزل ده عشان افضي بس الاس، يبقى 5 هنا خمسة هنا. الأس زي الأس، يبقى الأساس زي الأساس يا جماعة. بقول لي هنا هو إيه؟ الجذر إكس بس بتساوي 2. عايز إكس لوحدها ربع الطرفين، يبقى إكس بتساوي كام؟ إكس تساوي 4. 4. شفتوا الصورة إزاي يا شباب؟ يعني يحاول يجيب لك الإكس يحطها مرة هنا مرة هنا مرة، مش أي مشكلة. أنا بعمل بس الخطوات صح، نفس الخطوات هي الحل هيجي معاك على طول، بس أنت حاول. حاول تشتغل بس بنفسك. بيجيب لي الاكس مره في الناتج، خدناها في اول سؤال. جاب لي الاكس مره في الاس، خدناها برضه. جاب لي الاكس مره في الايه؟ في الاساس. كل ده يا جماعه نفس الكلام، سهل ما فيش اي مشكله خالص. طيب بيجيب لي بقى، افرض جاب لي زي ما قال عبد الله في الاول، زي ما قال طلال، لوج هنا وهنا، نحذف اللوج. زي مثلا رقم كام؟ رقم 9 يا جماعه، 9. يقول لك حل المعادله ايه؟ 5 لوج. يلا يا طلال، اكس بس 2 بيساوي لوغاريتم 32
والاساس 2. يلا يا جماعه نعمل ايه؟ هنحذف على طول؟ نحذف اللوج يا استاذ. قبل ما احذف اعمل في ايه؟ في عندك خمسه نسيبها كده؟ تروح فين الخمسه؟ لا 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 تخليها اس. الخمسه تطلع فوق على الاس الاول. يبقى عندك اهو لوغاريتم اكس اس 5 اساس 2 بيساوي لوغاريتم 32 اساس 2 كده. الاساس اللوج زي اللوج يطيروا مع بعض في مشكله خالص في الضمع ده. اذا عندي اكس اس 5 بتساوي كام يا شباب؟ 32. اخليها ايه دي؟ حاجه اس 5 5 2 اس 5 ممتاز يا طلال ما شاء الله عليك. 2 اس 5 2 اس 5 نجيب 3 دي هنا يا جماعه. الله تتمسح. الاس زي الاس يا شباب. يبقى الاساس زي الايه؟ زي الاساس. يبقى الاكس بتساوي كام؟ 2. واضحه؟ واضحه. دي رقم ايه؟ رقم 9. نجيب رقم 11 يا جماعه. لحظه انا ماشي معاك اهو. بجيب كل المسائل الفرديه يا شباب، الفرديه. المسائل الزوجيه هتحلها انت بنفسك. حلها راجع فيها كمذاكره. واي شيء صعب ابعت لي اي وقت هجاوب عليك هرد عليك على طول. رقم 11 يا شباب بيقول لي ايه؟ لوغاريتم 48 في الاساس 4 ناقص لوغاريتم 11 يا شباب 11 الاساس ايه؟ 4 برضه بتساوي لوغاريتم 6 اس 4. يلا يا جماعه نعمل ايه؟ بس فين الاكس؟ انا غلطت بحاجه. دي ان دي ان مش 11 ان يا جماعه ما شفتها كويس هي ان. يلا يا شباب نعمل ايه؟ اوجد ان هنا يا جماعه موجود عندي اهو اسمه ان. مو من طرح احولها لجسم يا استاذ. ممتاز ما شاء الله عليك عبد الهادي صح 100% كده صح. اخلي له ادمجهم مع بعض يا جماعه اجمعهم لوج واحد فيبقى في هنا لوج لوج ثاني في لوج واحد بس بس شكل ايه؟ شكل اسم. اقول له لوغاريتم اهو لوغاريتم الناتج هنا الناتج هنا كام؟ 48 والثاني يبقى تحت الاول فوق بس والثاني في المقام 4 يساوي نفس لوغاريتم برضه 4 اساس 6 كده اقدر اشيل اللوج براحتي اللوج زي اللوج شيل مع بعض خلاص فاضل عندي ال 48 اسم ان مساله حسابيه عاديه بتساوي 6 تقسم كام 48 على كام ديك 6 لو مش عارف تضرب طرفين في وسطين كام يا شباب كام يا شباب او لا 8 8 8 صح 8 على 6 في 8 48 بالان بيساوي 8 حبيت تعملها طرفين في وسطين عادي تضرب ده في ده وده في ده هتبقى 6 ان ب 48 اقسم على 6 واقسم على 6 ان بتساوي ايه 8 يا شباب والله على فكره المسائل دي يعني بسيطه جدا بسيطه جدا يا شباب اللخبطه كلها في ايه؟ في المتباينات بس، الكلام كله سهله برضه. الوصلات تكون سهله باذن الله. كريم. طيب رقم 13 يا شباب 13. انا بحل كده المسائل وهي وحظها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كريم. لوغاريتم يا استاذ والله كان الموقع معلم. ما عليك. احنا بنراجع النهارده تمارين بس يا كريم النهارده، نحل تدريبات. حل لي بس انت واي شيء صعب يقول لي تمام تمام 13 يا جماعه لوغاريتم 4 اكس اساس 2 زائد لوغاريتم 5 للاساس 2 بتساوي لوغاريتم 40 اساس 2 40 اساس 2 بطل يا جماعه عايز مني اكس يلا يا شباب نعمل ايه؟ عايز حد غير عبد الهادي وغير طلال السلام عليكم يا استاذ كان الموقع عارف والله يا مهندس عارف ولا يهمك عارف طيب طيب تمام النهارده تدريبات النهارده ما عليك ده نفس الدرس نفس الدرس يلا يا شباب دي زائد يا جماعه لوغاريتم زائد لوغاريتم ثاني نعمل ايه؟ دمج مع بعض ادمجهم مع بعض لوغاريتم واحد يبقى اقول لك يا جماعه لوج اضرب ال 4 اكس في مين يا شباب؟ في الخمسه نضرب اللي هنا ده يا شباب اهو كده اصبح رقم واحد اساسها عندي كام؟ 2 زي ما هو 2 معلش 2 يساوي لوغاريتم 40 اساس كام؟ 2
لوغاريتم من هنا زي هنا بالضبط يروحوا مع بعض. مين باقي؟ 4x ضرب 5 تساوي 40. 4 في 5 كم يا جماعه؟ 4 في 5 20 بتساوي 40. بيكسب كم؟ اسمع ال 20 اكس هتساوي يصير 2 2 والنظر كده ما محتاجه يعني. اكس بتساوي 2. حاجات سهله جدا جدا. طب 15 15 بتقول ايه؟ 15 بتقول لك لوغاريتم ان بتساوي لوج ان للاساس 2 ايوه بتساوي ثلث لوج 27. ثلث لوغاريتم 27 اساس برضو 2 زائد لوج 36 زائد لوج 36 للاساس برضو يا جماعه 2. يلا يا شباب نعمل ايه؟ نفكر كده يا جماعه. يلا ايش طاب بركات نفكر كده يا جماعه نعمل ايه؟ اول شيء اخلي التلت اس ل 27. ممتاز. احنا عارفين ممكن نشتغل كده على طول مره واحده تبقى ارقام كبيره. انا احاول اصغر المساله شويه بس اصغرها ازاي؟ احاول افك دي افك دي نحاول نبسطها ونبسط دي كمان يا جماعه تمام؟ يبقى هنا لوغاريتم ان لوج ان هيساوي بالنسبه لدي يبقى لوغاريتم 27 اس كام يا شباب؟ اس كام؟ تلت. تلت يعني بجيب الجذر التكعيبي ل 37 27 التكعيبي هيدينا كام يا جماعه؟ ثلاثه. ثلاثه. طيب الخطوه اللي بعدها هنا بقى نعمل ايه؟ 36 عباره عن 6 اس 2 6 اس 2 ايه؟ طيب بس لو عملناها هنا ما هتروح مع ما هتيجي معاك لازم هي لما نشوف لوج 36 زي ما هي كما نشوفها يا جماعه دي تطلع بكام؟ يبقى لوج ان هتساوي الجهاز التكعيبي ل 27 بكام يا جماعه؟ 3 ب 3 خلاص زي ما هي كده 3 وهنا 2 زائد لوج 36 اساس 2 هنا احول الضرب الى ايه؟ الى جمع ادمجهم في لوج واحد بس لوج واحد يبقى هنا لوج ان بتساوي لوج اضرب الثلاثه بكام يا جماعه؟ بكام؟ 36 يدينا كام؟ 3 في 6 ب 18 و3 في 3 ب 9 و1 10 108 يا جماعه اساس 2 اساس 2 هنا احذف اللوج مع اللوج ليه؟ خلاص اصبح لوج واحد هنا لوج واحد هنا واحد بس واحد بس راحوا مع بعض يبقى عندك فاضي هنا من بس يا شباب ال ان بتساوي 100 وايه؟ 80 عندك طريقه ثانيه حل بيها سهله حل ما هو لازم حد يقرر بس يا جماعه اي طريقه تعجبك سهل حل بيها اي شيء المهم يكون صحه رياضيه ده رقم كام؟ دي كانت رقم طيب نحل بقى يا جماعه شويه ايه متباينات متباينات لما يجي متباين يا جماعه يطلع الحل عندك في الاخر اكس اكبر من رقم مش اي مشكله عادي ده الحل خلاص لكن لو ظهر عندك اكس اقل من رقم دي المشكله اقل منها لحد فين؟ مثلا ثلاثه اهي هنا كده مثلا اوصل سالب من النهايه يا شباب ينفع سالب من النهايه من عندي صفر وعندي ارقام سالبه ينفع اللوغاريتم يبقى العدد سالب او صفر؟ ما ينفعش يبقى لازم لا. اشوف حدها كام اشوف اخرها هنا ينفع كام يا جماعه اخر رقم بيعمل ايه يا شباب بيمنع الايه بيمنع الصفر او السالب هيبان دلوقتي الحل ازاي الكلام ده لو قال لك هنا مثلا حله متباينه مثلا 17 لوغاريتم اكس هنا 5 يا جماعه اساس 5 اكبر من 3 قلت المسائل اللي هي الاكبر سهله مش مشاكل خالص احولها برضه لايه؟ لمتباينه اسيه يا شباب اسيه بنفس الطريقه بالظبط اكنها معادله يبقى الخمسه اس 3 خلاص يا شباب وين اكس اهي بقول له ابدا بالاكس يبقى الاكس اكبر من 5 اس 3 دايما يا جماعه الناتج هنا هو الاكبر او هو الاصغر حسب الاشاره يعني خد دول مع بعض كده شوف كده مع بعض حاجه واحده ماشي يا شباب بقول لك ده لوج مثلا اكس اقل من تساوي مثلا 3 هنا 2 اخد دي مع بعضها
اللي هي الاكس واللوج ده يا جماعه ده مع بعضها دي كتله واحده يبقى ده هو اللي هيبقى اقل هنا الاكس هي الاكبر اكس اكبر من كام 5 اس 3 يعني اكس اكبر من 125 حبيت تعملها دي يا جماعه صفه مميزه هتقول له اهو الحل اكس عايزه الاكس اكبر من الكلام ده والاكس تنتمي لمين للار وقف الاقواس شكل فتره فتره مفتوحه 5 الى ما لا نهايه عملت تعملها ايه تمثيل بياني عند الخمسه اعمل دايره مفتوحه عند مش 5 يا جماعه معلش انا اسف 125 عند 125 اعمل ايه يا شباب دايره مفتوحه اكبر منها يعني يمين زي كده يا شباب الى ما لا نهايه عادي ان كل اللي جاي هنا موجب شيء مشكله عادي اللوج بياخد اي رقم موجب عادي لكن المشكله فين لو كان في اليسار دي المشكله نركز هنا يا جماعه في المتابعينات بالله عليكم ان هي غلطه فيها صعبه يلا خدنا 17 ناخد ايه 19 مثلا 19 قول هنا يا شباب 19 لوج اكس اساس 6 اقل من سالب 3 هنا يا شباب اعمل ايه زي ما اتفقت هناخد دي كتله واحده اكس هي اللي اقل اقول له اكس اقل ما تخبطش بس يا جماعه فيه اقل من كام يا شباب كام اقل من الاساس اهو اللي هو 6 6 اس كام سالب 3 سالب 3 اخد الاساس وبعدين اس 6 اس سالب 3 يبقى اكس اقل من لو عملت دي يا جماعه بالاس تنزل تحت يبقى 1 على 6 اس 3 اللي هي كام 6 في 6 في 6 في 216 موجب ولا صار رقم ده يا شباب رقم موجب اهو موجب موجب كده عملنا على خط الاعداد كده يا جماعه خط الاعداد الرقم ده هو اسمه دايره مفتوحه اسمه 1 على 216 قلت اقل منه رحنا لحد سالب من النهايه شغال عادي لا لا طبعا امال اعمل ايه يا شباب هنا الاقي اكس بس اكس واحده جميل لما تلاقي رقم اكس بس يبقى سهله يا شباب عندي صفر واقف الصفر بس واقف يا شباب الحل عندي عند الصفر زي كده يبقى اكس اقل من الرقم ده واكبر من صفر دون استعمال ايه اللي يساوي هنا يا جماعه ما تعملش يساوي ابدا حتى لو هنا في يساوي ما خدش هنا يساوي يا جماعه من غير يساوي يبقى الحل عندي اهو اكس اكبر من صفر واقل من واحد على كام؟ على 216 يا شباب دي صفه مميزه وضحت؟ طيب امتى بقى اشوف ارقام ثانيه؟ لو فينا مثلا اكس زائد 1 2 اكس زائد 5 حاجه زي كده فيها شغل شويه يا شباب فيها شغل بس اذا ركزنا هتكون سهله. انا 19 بنحل مثلا ايه 21 21 يقول لك فيها ايه؟ لوغاريتم اكس اساس 3 اكبر من او تساوي سالب 4 يلا يا شباب زي ما اتفقنا هقول ثاني أنا اخد دول مع بعض في الكتلة واحدة ماشي الأساس عندي بثلاثة أقول له هنا إكس أكبر من أو تساوي الأساس والأس يا شباب ثلاثة أس سالب كام؟ أربعة أربعة يبقى الإكس أكبر من أو تساوي ثلاثة أس أربعة يعني 81 يبقى أقول له 1 على 81 طالما فيها اكبر شيء مشكله خالص اكبر عالي يا جماعه اهو اعمل دايره هنا مغلقه مغلقه اكبر من يا جماعه واحد من واحد على واحد زي كده بس عايز تعملها فتره فتره مغلقه واحد على واحد 81 الى موجب من النهايه فتره مفتوحه صفه مميزه هي دي ده سؤال يا جماعه بسيط جدا نبدا بقى الشغل الجد شويه يا شباب شغل الجد 23 لحد 26 يا جماعه هنحلهم كلهم ان شاء الله، حلو مع بعض كله، هو فرد بس، كله عشان ما نسيبش شيء، يلا. تمام. 23 الكل يشارك معايا يا جماعه بالله عليكم. يعني عبد الهادي وطلال بس اللي بيشاركوا معايا لحد دلوقتي. والناس كلها شطار وعارفين كل حاجه بس بيتخلوا بالمعلومه علينا ما اعرفش ليه. لوغاريتم 2 اكس زائد 5 اقل من او يساوي لوج 4 اكس ناقص كام؟ 3 الاساس عندي هنا 4
اس من 4. طبعا ده جامل اسهل المسائل اهي. لوج اقل من لوج تاني معناها ايه؟ يبقى الناتج اقل من الناتج زي ما هي كده بالظبط. احذف اللوج بس يا عبد الرحمن. نحذف اللوج بقول لك. احذف اللوج بس وخلاص. طالما هي كده مش هيتكلمش احذف اللوج. يبقى عندك الاثنين اكس زائد 5 اقل منها تساوي 4 اكس ناقص كام؟ 3. نودي الاثنين اكس الجهه الثانيه ونودي سالب 3 الجهه الثانيه. دائما الصغير روح للكبير ممتاز. الصغير روح للكبير تيجي هنا. والثلاثة يجي هنا جنبها. هنا على اليسار 5 زي ما هي زائد 3. العلامة زي ما تغيرش زي ما هي. علامة لا تغيرت. 4 اكس ناقص 2 ايه؟ اكس. وهنا يا جماعة 2 اكس أكبر من هنا أهو. تمام؟ تمام؟ أقسم على كام؟ تقسم على 2. على 2 على 2. مع القسمة تعكس الإشارة. لا ما اعكسها زي ما هي. تعكس إشارة اللي هو أكبر من قصدي. امتى اعكسها؟ امتى؟ لو انا بقسم على عدد سالب بس. لكن هي كده اكس زي ما هي اهي اكبر منها تساوي 4. انت ممكن اكتبها ازاي؟ الفها كلها تبقى اكس كده اهو ويكتب العلامه معاها كمان كده. حاسس المعنى ما يتغير. دي ما هي زي دي يا جماعه نفسها بالظبط. نفسها بس قلت اكس من الاول هنا اكس اكبر من 4 حط اكس اكبر من 4. ما تغير على ولا شيء، ما تغير شيء فيها خالص. أكبر من مفيش أي مشكلة خالص يا جماعة قلت قبل كده. حلها على فالحل عندي إكس حيث الإكس الكلام ده يا جماعة أهو أكبر من 4 وإكس لا تكتمل مين؟ للآر. صفة مميزة. برضه نفس الكلام بالرسم نفس البياني سهلة جدا. مفيش مشاكل دي اللي زي دي عادي. أنا بس بروح على الحمام وأجي. ماشي يا عبد الهادي. يلا يا شباب محتاجين قائد تاني غير عبد الهادي. اتكلم معايا. ما هكلم نفسي. يلا يا جماعه 24 يقول لك لوغاريتم 2 اكس اكبر من لوغاريتم 6 اكس ناقص 8. الاساس كله هنا 8 و8. يلا يا شباب نحذف اللوغاريتم استاذ. نحذف يا كريم صح اللوغاريتم. نقول له بعدها 2 اكس انزل 2 اكس اكبر من زي ما هي اصغر من 6 اكس 6 اكس ناقص 8. جميل جدا. اخلي الاكس كلها في طرف واحد روح للاثنين الصغيره تروح للكبير. جميل. يبقى هنا اصبحت 8 4 اكس ل 8. ايه لو عكستها يجرى حاجه لو قلت كده 4 اكس لو قلت كده 4 اكس كده وادي كده يجي له حاجه 4 استاذ. لا ما في شيء نفس الكلام ما تغير. اقسم على 4 باكس نفس الشيء استاذ. اكس اقل من كام؟ من 2 اكس. لما اكس يا جماعه تيجي اقل من اقل من دي بقى في مشكله عندي كده كده في مشكله. لو كنت بس انا اخذت الاعداد عندي 2 اهي اقل منها الى بال سالب من النهايه هنا سالب من النهايه ما ينفعش يا جماعه يوصل عند الصفر ما ينفعش. تمام؟ فبنعمل ايه؟ اشوف امتى يكون يخلي اللوج بصفر او اقل منه. امتى بصفر؟ هاخد مره دي ومره دي يا جماعه. ايوه. نقسم بس السبوره كده ونشوف. لو 2 اكس اقل من تساوي صفر يا شباب. يبقى اكس اقل من كام؟ من الصفر. انا حاجه جبتها عند الصفر. طب ايه كمان؟ ناخد الثانيه دي. اقول له 6 اكس ناقص 8 اقل من تساوي صفر. انا بجيب بس الحدود المسموح بيها. تروح الطرف الثاني يبقى 6 اكس اقل من او تساوي 8. اقسم على كام؟ على 6 يبقى اكس اقل من تساوي كام يا جماعه؟ 8 على 6. اختصر 4 على مين؟ على 3. يعني 1 وربع. 4 على 3 يعني 1 وربع يا جماعه. 1 وربع. موجب خلي بالك هنا كده 1 وربع يا جماعه. 4 3 4 على 3. بيقول لك هنا ايه؟ خلي بالك كده معايا ركز ركز في اللي جاي دي. معناه ايه يا جماعه؟ دي معناها ايه؟ معناها كل ما هو اقل من صفر او يساويه غير مسموح به. هنا كده غير مسموح به يا جماعه، كله غير مسموح به ما خدوش. طيب والثانيه دي كل ما هو برضه اقل من 4 3 غير مسموح به كده يا جماعه. زي كده.
فين مسموح ب من اول دي 4 3 دي لحد الاثنين. واضح يا شباب؟ يبقى الحل عندي اكس اقل من 2 واكبر من 4 3 بدون يساوي يا شباب، بدون ما احط يساوي. وضحت؟ اقولها تاني يا محترمين، مفهومة ولا لسه؟ طيب حد في سهل يا استاذ، هذا انت اديت خلاص كم مثال كفايه الناس كده فاهمه. انا بقول بس عارف الحاجات دي مهمه جدا، كل تغلط فيها حتى الناس الشطار تغلط فيها. طيب رقم 25 يا جماعه، احنا معانا وقت قد ايه؟ 6 دقايق لسه اهو، معانا وقت حلو. يلا لوغاريتم رقم 25 يا جماعه، 25 اساس 2 4 اكس ناقص 6 اكبر من لوج 2 اكس زائد 8. سهله يا جماعه، يلا اول خطوه نعملها ايه؟ اول خطوه طير اللوج، لوج راح مع اللوج، اصبح عندي يا شباب 4 اكس ناقص 6 اكبر من 2 اكس زائد 8. مين يكمل يا شباب؟ مين يكمل؟ خلاص يا استاذ كمان حل سؤال زياده في هذه المهم مره فاتت. ايه حل كمان زياده سؤال سؤالين من نفس. انا بحل اهو بس الناس ما بتشارك معانا، ما حد بيشارك، الكل مكسب. ولكن لما يلاقي درجه المشاركه عنده جايه درجه نازله طايحه هيشارك بعد كده يا جماعه، صدقني اي واحد فيكم لما يلاقي درجه المشاركه عنده نازله طايحه كتير هيشارك بعد كده. اي حد بيشارك معايا بياخد درجه كامله في المشاركه. اللي ما بيشارك ده ما يستنى من درجات، خلي بالك. ما ينتظر من اي درجه. يلا شوف 2 اكس تروح لمين؟ ل 4 اكس هنا. يبقى 4 اكس ناقص 2 اكس ب 2 اكس. يطرح الطرف الثاني. يبقى ده اكبر من 14، اقسم على الاثنين واقسم على الاثنين، يبقى الاكس يا جماعه اكبر من كام؟ من 7. طبعا دي اسهل شيء. يبقى عندك هتقسمها، عندي 7 من دايره ايه؟ مفتوحه اكبر من يعني يمين. خلص يا جماعه، خلص يا جماعه، مش مشكله خالص. طالما اكبر من لا مساله سهله. طب 26 تبقى اخر مساله ان شاء الله دي. اخر مساله. لوغاريتم x زائد 2 اساس 7 اكبر من او تساوي لوغاريتم 6 x ناقص 3 اساس برضه يا شباب 7. هنعمل ايه يا جماعه؟ اول شيء استاذ نسير اللوغاريتم لانهم متساويين. ماشي عبد الرحمن، فين بدر عبد الرحمن؟ ليه ما بتشارك معايا؟ يلا هي حتصير اكس زائد 2 اكبر من او يساوي 6 اكس ناقص 3. جميل، اودي الصغير للكبير. طيب بعدين نودي الاكس الجهه الثانيه ونودي سالب 3 الجهه الثانيه، السالب حتصير 5 5 اكبر من او يساوي 5 اكس. 5 اكس اكنها كده 5 اكس حيصير اصغر حيصير نفس الكلام نفس الكلام هي هي حيصير ايش اسمه ده اكس اكس واحد اكس اقل من كام؟ اقل من او يساوي واحد. اقل من يا جماعه ايه؟ كده اقل من، اسيبها كده؟ ايه اقل من او يساوي واحد. لا كده ما ينفعش نقرا كده يا جماعه، ما ينفع. لو جيت ترسمها اقل من ان الواحد اهو توصل لسالب منها هي ما ينفعش. ممنوع يا جماعه. عندي صفر وعندي ايه؟ وعندي سوالب ما ينفعش، روح لسالب خالص. اعمل ايه يا شباب؟ اشوف في ايه؟ هيصير اكس اكس اقل من او يساوي واحد اكبر من صفر اكبر من او يساوي صفر. ما هو صفر يا عبد الرحمن، ما هو صفر. في حد تاني، ايه اللي يخلي الحاجات دي بصفر؟ دي بصفر؟ اه دي بصفر. ايوه اللي يخليها بصفر اخد دي نفسها واقول اقل من صفر، مشهور اكس بكام؟ الاولى هي مثلا اكس زائد 2 اقل من صفر كام؟ صفر. الطرف الثاني بقى شرابه خلفه، يبقى اكس اقل من كام؟ سالب 2. من 2 ده اول حد، اول حد يا شباب. الحد الثاني يلا 6 اكس ناقص 3 عشان برضه امتى تكون اقل من او تساوي صفر؟
ودي ثلاث مرات في التالي يبقى 6 اكس اقل من تساوي كام؟ 3. اقسم على 6 كله على 6 يا شباب. سر نص 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 نص. لو كنت بتطلع حتى هنا هتلاقي هنا هنا واحد اهو وهنا نص وهنا سالب كام؟ سالب 2. سالب 2 يا جماعه. افهم بس الكلام بقول لك ايه؟ بقول لك كده يا جماعه، كل ما هو اقل من سالب 2 محظور، كل ما هو اقل من نص محظور. اخذ مين يا شباب؟ من واحد الى نص. بالظبط كده، والنص عندي فتره مفتوحه. خلي بالك اهو، حتى لو دي مغلقه هناك مفتوحه يا جماعه برضه. نص اهو، ودي اكبر من يعني نص ما ينفع معانا يا شباب. ليه ما ينفع نص معانا؟ جرب كده كده كده، حط نص هنا كده يا شباب. 6 في نص 3 ناقص 3 بصفر. ما ينفعش معانا خالص يا شباب، ما ينفع. ينفع هنا صحيح، ينفع هنا، بس ما ينفعش هنا. واضح يا شباب؟ سهل الكلام ده كده يا جماعه. الدرس خلص اهو، اتمنى تكونوا فهمتم. ان شاء الله تختبر الاسبوع الجاي. شكرا يا استاذ، كل شيء واضح. يوم التلوت يا استاذ؟ والله لسه ما حددت. التلوت؟ في الغالب التلوت، التلوت ايوه التلوت في الغالب يعني. طيب. يلا ربنا يوفقك. يلا تمام. السلام عليكم. يلا سلام. الله يعافيك.